يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الحرام إذا مات صاحبه فهل للورثة أن يأخذوه وهم يعلمون أنه مال حرام؟ لا، وكانوا يعلمون أنه مال حرام فلا يجوز لهم أخذه، وليس هو مالا للميت، الحرام ليس مالا للميت، لا يجوز لهم أخذه. هذا يرجع فيه إلى المحكمة، وإلى المحكمة الشرعية. نعم.